مرموق الأستاذ محمد سلماوي ويحكي ويسرد. أستاذ سلماوي، حضرتك كنت على علاقة قوية ويعني ومتينة مع واحد من أهم رموز مصر وواحد يمكن من أهم رموز العالم، الأستاذ نجيب محفوظ، وقد كده كان في حالة التواصل على مدى سنوات. والأستاذ نجيب تعرض لمحاولة اغتيال من يعني أحد المنتمين للتيار الإسلامي، وكان الأستاذ نجيب محفوظ مع هذه التجربة الرهيبة إنسانيا آراء وأفكار بالتأكيد سمعتها وناقشته حوالين التيار الإسلامي، حوالين موقف تيار أو أحد أعضائه يحاول اغتياله. يعني المشهد الإنساني شديد الأهمية، إزاي شافه الأستاذ نجيب وماذا كان يقول عن التيار الإسلامي عموما، وإن كان له حوارات مع حضرتك عن الإخوان المسلمين أيضا؟ الحقيقة يعني في الجانب الإنساني أولا والحادثة، أنا كنت أول واحد قابل الأستاذ نجيب بعد الحادثة دي، لأنه كان في غرفة العناية المركزة وكنت أنا موجود في المستشفى، ويبدو حد قال له أن أنا موجود برا فطلب يشوفني، فالدكتور قال لي أنه الزيارة ممنوعة لكن هو طلب يشوفك، ونفسيا هيبقى كويس أنه يشوفك بس توعدني ما تقعدش أكتر من دقيقة. قلت له لا، أخش أشوفه وأخرج طالما هو طلب. دخلت الحقيقة قعدت حوالي ربع ساعة، كل ما اجي امشي يقول لي لا خليك، ده في العناية المركزة، ده في العناية المركزة كارثة دي في العناية المركزة طبعا. يعني واجي امشي يقول لي لا خليك، والدكتور واقف يقول لي طيب خليك، ما هو مش عايز برضه انه يضايقه يعني. وقعد حكالي اللي حصل في الحادثة، قال لي احسست كأن وحش يعني اظافره دخلت في رقبتي بتاع، حكالي المشهد كله بطريقة. فقلت له طيب يعني هياخد جزاؤه يا أستاذ نجيب. قال لي جزاؤه إيه؟ ده ضحية وهو على فراش المرض لسه فايق من البنك، من جراح بقاله ساعات، على السماحة والرقي. قال لي ده ضحية، ده ضحية، ده كان شاب جميل وكان ممكن يكون بطل رياضي، نط وجه وكان نشيط وكذا معجب بالقاتل وكان ممكن يعني يفيد بلده بطريقة أخرى، لكن خربوا عقولهم، ده كلامه بالتحديد. قلت له يعني أنت مش متضايق من مسامحه يعني؟ قال أنا مسامحه لأنه هو ضحية. شاءت الظروف بقى يا أستاذ إبراهيم، أنا نشرت الحديث ده وقتها في الأهرام، إن أنا طلبت وسعيت إن أنا قابل الولد اللي قتله، كان اسمه محمد ناجي اللي ارتكب محاولة القتل، ورحت شفته. كانوا كان في مستشفى عسكري أو بوليسي وهم بيقبضوا عليه، كان الزهر تعور بتاع، فكان مستشفى لكن كان حالته كويسة يعني. وحبيت أقول له هذه الرسالة، قلت له الأستاذ نجيب قال لي إن هو مسامحك في اللي انت عملته، فقال لي ما معناه يعني ده شيء ما يهمنيش، ده شيء يخصه، أنا كان عندي أوامر كنت بنفذها، وأنا آسف أنه الأوامر ما قدرتش أنفذها كما يجب. قلت له دي إرادة الله. قال لي لو واتتني الفرصة مرة أخرى هعمل نفس العملية مرة تانية. قلت له ليه أنت؟ قال لي أنه هو كافر. قلت له شعرفك؟ قال لي رواية أولاد حارتنا. قلت له قريتها؟ قال لي لا، لكن الأمير بتاعنا قال لنا إنه يعني كان في حديث غير مباشر بين الأستاذ نجيب وبين من حاول اغتياله عن طريقي. كنت أنا الطرف الواحد مسامح اللي هو الضحية، والتاني بيقول لو اتت الفرصة لكررتها، هكررها مرة أخرى. ده على المستوى الإنساني. على المستوى السياسي والفكري بقى، أستاذ نجيب كان من أوائل الناس اللي طالبوا بأنه الإخوان المسلمين يجب أن يكون لهم حزب، وطبعا موجودين في رواياته من قديم، من قديم يعني. في واحد ناقد إسرائيلي اسمه ماتتياهو بيلد قال أنه نجيب محفوظ أول من تنبأ
بأنه الاتجاه الديني هو اللي حيسود في مصر، وخد ده من الثلاثية. والمفارقة برضو أنه أشهر نقاد نجيب محفوظ وأكثر المحتفين بيهم كان أستاذ سيد قطب، اللي اتحول بعد كده إلى منظر التكفير في الإخوان المسلمين. صحيح. يعني فهو بلد أخد أنه بطل الرواية اللي كان يساري وتقدمي وكذا في الثلاثية، في الثلاثية لم ينجب، بينما الإخوانجي هو الذي أنجب ذرية استمرت وكذا. وطبعا أكيد أستاذ نجيب يقصدها يعنيها، ما هو انت عارف في العملية الإبداعية طبعا في حوا أنت مبدع كبير، في أشياء بيبقى الواحد بيقصدها واعيا وأشياء عقله الباطن هو اللي بيقصدها. يعني هو يرى أنه في سلالة قادمة من هذا الفكر، من هذا الفكر. وكان الحقيقة بيطالب أنه لازم دول قوة يعني سياسية موجودة ويجب الاعتراف بها، ويجب أن يكون لها حزب، ويجب أن يسمح لها بالعمل العلني، تبقاش محظورة ولا حاجة. إنما طبعا ده شيء، وما يحدث الآن شيء آخر. لم يطالب نجيب محفوظ بأنهم يعني يطبقوا كل أدوات الحكم الدكتاتوري السابق، يستحوذوا على كل شيء، يحاولوا إقصاء كل من لا يتفق معهم في الرأي، يستخدموا نفس قوانين. أنا الحقيقة مستعجب أنه إزاي الرئيس الذي قال أنه يمثل الثورة ورئيس الثورة وكذا يستخدم أدوات الرئيس اللي سقط، إزاي يبقي على قانون الصحافة وبموجبه يسمح لمجلس الشورى أنه يغير 50 رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة؟ أظن حاجة طلعت على حوار رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشورى النهاردة، يعني وكان شيء غير مسبوق في الغطرسة والتعالي على الصحافة والرغبة في والرغبة في يعني سيادة منطق الإخوان في الحياة الصحفية. وأنا مندهش كمان أنه بيتكلم عن متابعة وتقييم أداء رؤساء التحرير المهني والإعلامي بكده، بالدخول يعني اختراق للعمل الصحفي ووصاية عليه من الإخوان بمنتهى البساطة والجرأة، وبيقول ده عادي، يعني مش حاسس حاجة غلط يعني. وأن ينشر هذا وأن ينشر هذا على مدى صفحة كاملة بالحفاوة والتحية الواجبة يعني وفي الأهرام للأسف. لا